دكتورة ريهام، رمضان دايما فكرة العصبية بنشوفها كتير جدا، وأي حد يقول لك أنا صايم ويبقى عصبي وصوته عالي، وجوه بيوتنا المصرية والأسر دايما الوقت اللي بيبقى قبل ساعة الفطار الزنقة اللي بتحصل دي بنلاقي في عصبية، في شد، في صوت عالي، خناق. إزاي أنا أحاول أرشد من سلوكي النفسي هنا في رمضان؟ طيب السؤال ده بصراحة مهم جدا، لأن بتحصل إن حضرتك عارف حتى في الشوارع الناس حد زنق عليك بالعربية، حاجات ممكن تتجاوز عنها في يومك العادي بس في رمضان تلاقي نفسك وقفت عندها. هي الفكرة إن الناس العادات بنبتدي نتدرب عليها قبل دخولنا رمضان، وخصوصا الناس اللي مثلا بتركز قوي على الكافيين قبل رمضان، الموضوع ده بيبقى صعب عليها جدا. فضروري التدريب على الصيام قبل رمضان، ان احنا ممكن ناخر حتى الفطار، يعني ما ننصحش نفطر على طول، ناخر شويه الفطار، نقلل الكافيين شويه، نشرب ميه كتير، الكلام ده قبل رمضان، مش يعني عشان ما تدخلش على طول رمضان وانت مش مهيئ ليها، فالموضوع بيبقى صعب جدا على الناس. القطع العاده فجاه تبقى صعبه جدا.